بسبب العادات الاستهلاكية لمحتوى التواصل الاجتماعي بين الحشد الأصغر سناً، ينتفع المستثمرون ويراهنون باستثماراتهم في الشركات الناشئة منذ وقت مبكر. قد يتقبلون فكرة أن تلك المشاريع غير مربحة على المدى القصير، ولكنهم على يقين أن استثماراتهم ستدر عليهم الأرباح المضاعفة في وقت لاحق. 2,800,000,000 مستخدم يمثلون 34% من التعداد السكاني العالمي هم مستخدمين نشطين على شبكات التواصل الاجتماعي حسب الإحصائيات العالمية لعام 2016، وهم في تزايد بنسبة 30% كل عام. 66% من سكان المملكة العربية السعودية مستخدمين نشطين على هذه الشبكات والتطبيقات، وتعتبر النسبة مرتفعة جدا مقارنة بالمعدل العالمي للدول، والذي يقدر ب 37%. وتتصدر المملكة قائمة أكثر الدول نموا في استخدام منصات التواصل بالنسبة الأعلى التي تبلغ 73% بكل عام. تؤكد البحوث أن عزوف السوق عن طرح تطبيقات جديدة تثير اهتمام الشباب كان السبب الأهم لعدم الإنفاق على شراء تطبيقات التواصل الاجتماعي. بلغ الإنفاق العالمي على تطبيقات الجوال بنهاية عام 2015 قرابة 35 مليار دولار، وبارتفاع يقدر ب 60% من عام 2013. ومن المتوقع أن يدفع المستخدمون العرب في فئات الدخل الأعلى المزيد من الطلبات لشراء التطبيقات، مما يدل على أن هناك ديموغرافية واعدة لتطبيقات عالية القيمة وبأسعار عالية. وتتصدر السعودية تليها الإمارات قائمة أكثر الدول إنفاقا على شراء تطبيقات الموبايل الذكية في الشرق الأوسط. ستارز إن تطبيق للهواتف الذكية قائم على خلق تواصل وتفاعل مباشر مع مشاهير ومؤثرين من مختلف الفئات، وإنشاء منصة يتبادلون من خلالها مع الأطراف المستهدفة الخدمات والربح المادي، ويستهدف فئتين هما: فئة متابعي ومعجبي المشاهير من الجنسين، وتحديدا الفئة العمرية ما بين 16 عاما و40، فئة المعلنون وهم الشركات المعلنة والمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية. ومن الناحية الاستراتيجية، سيتم في المرحلة الأولى استهداف دول الخليج تحديدا نظرا للإحصائيات، ثم الدول العربية، وفي مراحل لاحقة بعد ذلك سيتم التوسع ضمن خطة عمل طموحة لاستهداف دول شرق آسيا وأوروبا وأمريكا. الخدمات التي يقدمها التطبيق: أولا، لجمهور المتابعين. إن أهم خاصية للتطبيق أنه يضمن تجربة استخدام عالية ومميزة VIP لمتابعي المشاهير والانتماء إلى مجتمع فني واجتماعي حصري، كما يستفيد الأعضاء من خصومات وعروض حصرية مغرية من الرعاة والمعلنين. حضور الأعضاء في التطبيق فعاليات وأنشطة وحفلات أسبوعية مجدولة على مدار السنة مع المشاهير والمؤثرين المحببين لديهم. دعوة أعضاء التطبيق نجومهم المفضلين لحضور المناسبات الخاصة بهم مثل أعياد الميلاد ومناسبات الزواج والتخرج. وستكون هنالك باقة من الخدمات التفاعلية إلكترونيا بين الجمهور ونجومهم، مثل محادثة بالفيديو مرئية أو نصية بين المتابعين ونجومهم المفضلين، غرفة محادثة جماعية وتفاعلية مباشرة، تسجيل إهداء خاص بالفيديو باسم المتابعين حسب المناسبة الخاصة بهم، إذ يمكنهم تحميله ومشاركته مع الأهل والأصدقاء، إمكانية تتبع الجمهور الموقع الجغرافي لمشاهيرهم عند رغبة المشاهير بذلك عبر تفعيل خاصية نظام تحديد المواقع العالمي، طلبات تقييم أداء المتابع لعرض موهبته الخاصة من خلال اختيار عدد من المشاهير والمؤثرين للمشاركة في التحكيم. ثانيا، المعلنين من الشركات والمؤسسات الحكومية والجمعيات. من أهم خواص التطبيق ضمانه تواصل المعلنين المباشر مع المشاهير والمؤثرين والرد على جميع طلباتهم الخاصة بالحملات الإعلانية وغيرها. ويتميز التطبيق بنظام تحليلي متقدم لفلترة المشاهير واختيار الأمثل والأفضل للحملات الإعلانية المستهدفة، بذلك يسهل التطبيق عملية إنشاء طلبات وعروض العمل من المعلنين للمشاهير وإدارة العقود، كما يتيح الاستفادة من الخدمات المساندة في إدارة تنفيذ الحملات والسداد الإلكتروني. ثالثا، المشاهير والمؤثرين. سيتمكن المشاهير من خلال التطبيق ستارز إن من تحقيق دخل شهري مستقر يزداد بزيادة تفاعلهم لطلبات الأعضاء بعيدا عن موسمية الشهرة وتذبذب مدخولها، بذلك يساهم التطبيق في الإطالة من فترة الشهرة وتحقيق أعلى نسبة استدامة دخل ممكن خلالها، حيث أن العمر الافتراضي للشهرة محدود. كما سيوفر التطبيق فرصة الحصول على الحملات الإعلانية الملائمة لتخصصاتهم، وتطبيق عقود محكمة، واستلام الدفعات المالية إلكترونيا، وتقييم المعلنين بعد الانتهاء.
وسيتمكن المشاهير من خلق فرصة استثمارية مستقبلية عن طريق العلاقات التفاعلية المميزة مع المعجبين النخبويين.